السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نور العين وحبة القلب سيدنا رسول الله. موقيت الصلاة في مصر، 12 أبريل 2023، 19 رمضان، 1444 فضلا منكم وتكرم. أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. نستعرض بإذن الله مواقيت الصلاة على القاهرة، 10 أبريل 2023 بإذن الله تعالى. يؤذن الفجر في تمام 4:05، تشرق شمس القاهرة في تمام 5:34، الظهر بإذن الله في تمام 11:57، العصر يؤذن في تمام 3:30، مدفع الإفطار وأذان المغرب يؤذن في تمام 6:19، أما العشاء تؤذن بأمر ربها في تمام 7:29. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة قائمة إلى يوم نلقى وجهك الكريم. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والزكاة وصالح الأعمال.